أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي إثر اشتباكات مع عناصر حزب العمال المعارضة شمالي العراق. وقال بيان عن الوزارة إن الاشتباكات وقعت في إطار ما تسمى عملية مخلب النمر التي تقوم بها القوات التركية في مناطق شمالي العراق، رغم الانتقادات الإقليمية والدولية الواسعة لانتهاكها سيادة أراضي العراق. وذكرت في البيان أن الجندي التركي مات بعد نقله للمستشفى جراء إصابته أثناء اشتباكات مسلحة بمنطقة العملية.